نبدأ معاك وجولتنا الرياضية مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك، واللي أعلن امبارح قائمة الفريق اللي بتستعد لمواجهة البنك الأهلي. ومن المنتظر أن تشهد القائمة عودة كل من أحمد فتوح الظهير الأيسر بعد تعافيه من الإصابة اللي أبعدته عن المشاركة مع الفريق الفترة اللي فاتت، وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن، وسامسون بعد تعافيهم من الإصابة، وسيف الجزيري. الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فاز للمرة الثانية على الزمالك بنتيجة 79-48 في سلسلة بلاي أوف 5، وده في الدور نصف النهائي من بطولة دوري سوبر لكرة السلة. وبكده الأهلي تقدم في النتيجة على الزمالك في مباريات بنتيجة مباراتين دون رد. الأهلي بينتظر لقائه الثالث مع الزمالك واللي هيقام الاثنين الجاي لحسم التأهل في حالة الفوز في المباراة، ليعبر بالفوز في المباريات الثلاث بعد الفوز في المباريات الأولى 71-62 ثم مباراة امبارح. ونروح للدوري الإسباني، وفريق فياريال اللي فاز على ريال مدريد 3-2 في المرحلة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم. بالنتيجة دي توقف رصيد الريال عند 59 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر، ورفع فياريال رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس. ونروح للدوري الانجليزي، ونادي مانشستر يونايتد اللي حقق الفوز على نظيره ايفرتون بهدفين دون رد ضمن منافسات الجوله 30 من الدوري الانجليزي الممتاز، ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 56 نقطه في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ايفرتون عند النقطه 27 في المركز ال 17. فريق توتنهام فاز على برايتون 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ونجح الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في خطف هدف التقدم لصالح توتنهام أمام برايتون، وبعدها تمكن برايتون من تسجيل هدف التعادل أمام توتنهام عن طريق اللاعب لويس دانكا في الدقيقة 34 قبل أن ينجح هاري كين في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79 من زمن المباراة. فريق مانشستر سيتي حقق فوز كبير على ساوثهامبتون 4-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالنتيجة دي مانشستر سيتي بيوصل النقطة 67 في المركز الثاني، وبيواصل ملاحقة الأرسنال المتصدر ب 72 نقطة، وبيتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 23 نقطة في المركز الأخير. فريق وولفرهامبتون فاز على تشيلسي 1-0 ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالنتيجة دي تشيلسي بيتراجع للمركز 11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، وولفرهامبتون في المركز 12 برصيد 31 نقطة. فريق لاتسيو حقق فوز صعب على يوفنتوس بنتيجة 2-1 في مباراة اللي اتلعبت امبارح، وده ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإيطالي، وبنتيجة دي يوفنتوس أصبح في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، وفريق لاتسيو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 58 نقطة. فريق روما فاز على تورينو بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 29 من منافسات الدوري الإيطالي، سجل روما هدف وحيد عبر النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، وبنتيجة دي رفع روما رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث بالدوري الإيطالي، وتورينو في المركز الـ 12 بـ 38 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية.